يا اهلا وسهلا ومساء الخير على حضراتكم. نبدا الاسبوع بدايه في قمه الروح المعنويه في اعلى حالات الثقه بالنفس، وليه لا، والاهلي بين الاربعه الكبار، الاهلي في قبل نهائي كاس العالم. بالتاكيد طبعا مصر كلها تابعت مباراه الاهلي والدحيل اللي تخطى فيها النادي الاهلي اولى الخطوات. الحقيقه يمكن ناس كثيره جدا عيونها وقلوبها وعقولها متعلقه بالخطوه اللي جايه، خطوه يمكن تكون تاريخيه بكل ما تحمله الكلمه من معاني. في الطبيعي هقول لك انها ماتش صعب وبطل اوروبا والسيزون ده البايرن مكسر الدنيا ومش عارف كسبان برشلونه كام وكسبان تشيلسي كام. في النهايه رجاله الاهلي مش مطلوب منها حاجه، عملوا اللي عليهم وزياده. مباراه صعبه مش هنحسبها الحقيقه زي كل الماتشات اللي بياخدها النادي الاهلي بالورقه والقلم، مش هنتكلم عن فارق الامكانيات ومش هنتكلم على فارق المهارات ومش هنتكلم على الفروق في الامكانيات الماديه، لكن انا من وجهه نظري في حسبه ثانيه، في حسبه ثانيه بتقول ليه لا؟ ليه لا؟ لان احنا الاهلي، ليه لا؟ انه الاهلي عودنا دايما انه بيلعب على المكسب. صحيح مباراه صعبه لكن انا بشوف انها فيها حته من الممكن جدا تكون ايجابيه، انها مباراه خاليه من الضغط والتوتر. ليه؟ لانه الحقيقه لو الاهلي خسر حتى من بايرن ميونخ لا قدر الله محدش يقدر يقوم يلوم لاعبتنا او جهازنا الفني او ادارتنا في حاجه، لكن الاهم من ده انها مباراه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي هي فرصه العمر، يمكن تكون المباراه الاهم في التاريخ كل لاعب، عشان كده بقول الحافز يمكن يكون عندنا موجود اكتر من لاعيبه بايرن ميونخ. هنتكلم كلام كتير وهنقول كلام كتير جدا النهارده وهنحتفل مع حضراتكم بنجاح الاهلي في اولى خطواته. مساء الخير عليكم ومساء الخير يا ساره.